السلام عليكم، أنا مدرب هايكينج ناصر رستو، مدرب مجموعة من الشباب والصبايا بسميهم أنا متلازمة الحب هايكينج. أنا متخصص بالعلاج الفيزيائي وحاصل على الحزام الأسود هايكينج. مبادرتي سميتها مبادرة متلازمة الحب هايكينج، بديتها بشهر 11/2019، بديناها كتجربة كمشروع والآن أصبحت مبادرة. أطمح أن تكون يوماً ما مؤسسة. عملي مع المتلازمين أضاف لي كثير. من أشياء جميلة فيه أنه يعطوني طاقة إيجابية، من أشياء الفرحة واللي فيها فكاهة مثل ما شايفين أنا اليوم لابس لباس النظامي للأيكيدو، وجزء من اليونيفورم للأيكيدو هي الهاكما. الهاكما هي بالعربي يسموها خراطة. فواحد من لعيبة الأيكيدو أو المتلازمة رفض أنه يلعب معي لأنه لابس أنا خراطة، فكوني أنه رجل مفروض أنا ما ألبس خراطة، حتى بعدين حكينا معه. هاي أحد الأمور الجميلة اللي ممكن مرت علي. الأمر الجميل الثاني أنه دائماً معطائي، صعب جداً يكرهوا، بيحبوا كثير، لذلك بتلاقيهم عطوفين على بعضهم، حتى في بعض منهم نحن عند الروح القيادي. هذا بالمختصر. هلأ أنا طموحي أن يكون عندي متلازمي منتج، طموحي يكون عندي متلازم يعمل بمهن فكرية، طموحي أن يكون عندي متلازم ما يتعنى، ما يتنمر عليه. فهذا كله طموحي. أهدافي أني أنا شكل مؤسسة تدعم هؤلاء من عمر 5 سنين إلى ما شاء الله. فنحن بهذا الكلام بحسن اختصر بقول متلازمة الحب ترحب بكل العالم وتنشر الحب بكل العالم، من سوريا دمشق.